كل الاحوال. تعالوا بقى نروح لملف تاني خالص، موضوع كنا او خبر كنا اتكلمنا مع حضراتكم بخصوصه امبارح، والخاص بتجاوز احد الاعلاميين في حق النادي الاهلي. اللي حصل ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل الى النائب العام وياخر الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ضد هذا الاعلامي الكبير الذي تجاوز كل حدود المهنيه والمسؤوليه وراح يحث على الكراهيه واثاره الفتنه بين ابناء الوطن، ويشبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وشعارات النادي الاهلي بالنازيه. كما قرر المجلس تحويله الى التحقيق بمعرفه الشؤون القانونيه باعتباره عضوا عاملا بالنادي نظرا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ النادي الاهلي مخالفا بذلك نص المادتين 102 و103 من لائحه النظام الاساسي للنادي. رد فعل محترم جدا من كيان زي النادي الاهلي، وزي ما قلنا احنا ما بنردش الاساءه بالاساءه زيها، احنا بنرد ولكن لينا طريقتنا في الرد. فننتظر ان شاء الله ونشوف ايه اللي هيصفر عنه هذا يعني الاجراء، وباذن الله حقنا يرجع، لان زي ما قلنا احنا مش هنسكت عن اي اساءه وده حقنا بتهيألي. فنتمنى يكون في حسم لهذا الموضوع، خصوصا لما بيطلع او بيصدر من منبر اعلامي واعلامي كبير، ما نقدرش ننكر ده اعلامي كبير. خلينا نروح بعد كده، لان امبارح كان كمان في قرارات كتيره جدا بتخص مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، منها القرارات التاليه خليني اقول لحضراتكم. اولا اعتبار الجلسه ممتده لدراسه ومناقشه جدول الاعمال في الجلسه القادمه، اعتماد توصيه اللجنه المشكله لاختيار المدير التنفيذي للنادي باختيار هنا الاستاذ الدكتور سعد احمد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي، ده اعتبارا من امس، ورشحت اللجنه كمان اسماء بعض المتقدمين من لم يقع عليهم الاختيار العمل في فرع النادي بالتجمع الخامس. عايزين بس نقول مبروك دكتور سعد شلبي، ربنا يوفقك ان شاء الله. كمان قرر مجلس الاداره تكريم السيد محرم الراغب او المهندس عدلي القيعي، محرم الراغب والمهندس عدلي القيعي عفوا، نظرا لعطائهم الكبير اكيد للنادي الاهلي عبر مناصب عده شغلوها شغلها كل منهم خلال مسيره عملهم، على ان يقام بقى التكريم ده على هامش احتفالات النادي لفريق الكره المتوج بالنجمه الافريقيه العشره. قرر ايضا مجلس الاداره تكليف المدير التنفيذي والمستشار الهندسي للبدء في اختيار التجهيزات والاثاث الخاص بمباني فرع النادي بالتجمع الخامس وكذلك مناطق جلوس الاعضاء واختيار الافضل من بين عده تصورات مقدمه. ومن ضمن القرارات ايضا الموافقه على طرح مقر للبنوك بفرع الاهلي بالتجمع الخامس كاحدى الخدمات المهمه لاعضاء النادي. قرارات اعتقد محترمه وفي غايه الاهميه، ولسه احنا عندنا لسه قرارات كثيره جدا تمت بالجلسه امس، يعني كان في اجتماعات كثيره قوي. صحيح.